أكو بعض الأمور البسيطة يعني لا أستطيع ذكرها، وهي أمور شرعية أنا لا أفقه بها، الطرف الآخر استخدمها وسيلة للطعن بالتعديل. بلي بلي، يعني واضح أنا افتهمت قصدك طبعا. بلي. أولا هذه يعني إحنا لا يمكن أن ننظر إلى كل الأفق يعني الفتوائي، لأنه تدرين أنت يعني الفتاوى هي ليست المصنفات أو الفتاوى أو آراء المراجع، هي ليست على نسق واحد، فممكن بالنتيجة بعض المجتهدين وإن كانوا هم مكرمين ومحترمين وعلماء ولهم مقامهم، لكنهم يخوضون في بعض الأحيان في قضايا فرضيات، وبعض الأحيان يخوضون في قضايا هي أساساً فيها نصوص شرعية فيما لو جرى هذا الفعل فما هو الحكم إليه، حتى وإن لم يكن على أرض الواقع هو واقعي، لكن بالنتيجة هي مسألة مطروحة ووفق النصوص هو لابد أن يجيب على ذلك. لذلك شوفي سماحة السيد السيستاني بالرسالة الأخيرة أو الرسائل الأخيرة اللي يعني الطبعات الأخيرة من منهاج الصالحين رفع الكثير من هذه المسائل التي قد تفهم خطأً.